ما طرديش انك ديري هذه الوصفه، كتجي خفيفه وسهله التحضير. الى عجبتك هذه الوصفه ما طرديش انك ديري لايك وتشترك في القناه وتبارطاجيو فيديوهات مع الاصدقاء. المهم في البدايه اخواتي تناخذوا الكفته تنديروا ليها القامه. درت هنا شويه البصله محكوكه، واحد البصله صغيره ولا ربع ديالها، وتنديروا شويه البزار، شويه الكمون، شويه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر الحلو، سكنجبير، ملحه، والربيع اللي هو المعدنوس، خلط مع شويه القزبور، تنعجنوها مزيان، يعني تنخلطوها، ومن بعد تنديروا كويرات صغار. الى هذه الكفته اللي درت البقري، المهم ديروا نتوما البقري اولا الغنمي اولا ديال البيبي اولا ديال الدجاج، اي نوع ديال الكفته، كويرات صغار ما تكونوش كبار بزاف. ومن بعد تناخذوا واحد الطنجره تنسخنوا فيها الزيت وتنقليوا هذه الكفته، يعني تنطيبوها هي الاولى العافيه، المهم الزيت تكون سخونه هي الاولى عا باش نديروا فيها الكفته باش ما تلصقش لكم في الطنجره. المهم تنحمروها تنخليوها حتى كتلق داك المراق داك اللي دام لي في الكفته تتحمر، ومن بعد تنحيدوها. دابا منين طابت ليا غادي نحيدها كما كتشوفوا. المهم غير طيب صافي تنحيدوها. لان هاد الطنجره غادي نطيبوا فيها المعجنات، لان الا خليناها هي الاخرى كنديروا مع المعجنات تكون هكا ما تتحمرش، كنحمروها هي الاولى. المهم في ديك الطنجره نفسها تنديروا شويه ديك البصله اللي حكينا، واحد البصله صغيره خدينا منها واحد الشويه ودرناها مع الكفته، ودابا غنطيبوها عاوتاني مع لي بات. المهم درنا شويه البصله، كنا نكملوا مقادير اخرى يعني التوابل، وغنديروا مطيشه، غادي جوج مطيشه صغار اولا وحده كبيره محكوكه اولا مطحونه انا حكيتها. تنديروا المعدنوس واحد معلقه كبيره عامره، تحميره، شويه ديال السكنجبير، شويه الكمون، شويه البزار، والملحه. المهم تنخليو ديك الصلصه انها تخلط مع التوابل حتى كطيب لينا شويه بحال كتقلى داك الصلصه مزيان. ويعني غنوجدوا الماء خصو يكون طايب، وغنزيدوا على هاد الصلصه هادي، طيبوه من قبل باش دغيا طيب لكم يعني الاكله. ومن بعد كما كتشوفوا دابا غنزيدوا المعجنات، وغادي نخليوها نقصوا العافيه، يعني حتى في الاول تنزيلوا العافيه حتى كتغلى داك يغلى الماء مزيان، وديك الساعه نقصوا ليها يعني المعجنات راه كتشرب الماء. ما تغطيوش على غير غطيو على غير هكا، ما تسدوش عليها، راه دغيا تطيب كتشرب لكم داك المرق كامل كما كتشوفوا راه شربات وما كتلصقش، كتشي على هذا الشيء على هذا الشكل، يعني واخا كتطفيو عليها راه كتشرب، الا خليتوها راه كتشرب، راه باقي فيها المرق. ودابا غادي نزيدوا ديك الكفته اللي قلينا في الاول، كما شفتوا الزيت اللي قلينا فيها راه كطيبنا بها لي بات، يعني كتشرب ديك النسمه ديال الكفته. وغادي نخليو ديك الكفته شويه تسخن مع لي بات ونطفيو عليها. الا بغيتوا في هذه الاثناء تزيدوا الفرماج، اي فرماج عندكم، الا كيبغوا وليدات الفرماج زيدوه خلطوه وطيبوه معاها. صافي كتشي على هذا الشكل، وغادي نطفي عليها دابا لان راه كتشرب من بعد، واخا تبقى فيها شويه ديال المرق. والأكلة ديالنا هي مطابت، دابا غادي نحطها في صحن التقديم، كتجي زوينة بزاف خفيفة للعشاء، وما تاخدش وقت بزاف، يعني نصف ساعة كتوجد توجد ليك، ماشي يعني مكونات يعني فيها الخدمة، دغيا دغيا بسيطة. إلا عجباتكم أخواتي هاد الوصفة ما تردوش أنكم ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتبارطاجيو فيديوهات مع الأصدقاء، وبالصحة والراحة.